النهار هذا راه ما عنديش فين نسكن، ما عنديش ما نلبس، ما عنديش ما خداماش، ما عنديش الاولاد، خاصما انا والراجل. انا كنت في دارنا، هذا الدار اللي انا طاحت شفتها، انا غدا مع 8:30 باش نحط ولادي في المدرسه، كتبان لي الدار كلها هبطات، والناس كيخرجوهم من الحيط اللي مهرس من هذاك الحجر، كيخرجوا منه الناس وكيهبطوهم بالسلم. واحد المراه قطعت لي في القلب، ما قداش تنوض نهائيا، ما قداش تزيد، كتهبط على ظهرها وكرشها، وضروري خاصها تخرج، هي ما خرجتش تما غتبقى تما تتموت. جوج خياطات، وكاين واحد كيبيع التليفونات وكيدير فوتوكوبيت لاكارت وكيدير العاب ديال الدراري الصغار ديال 2 دراهم كيديرها فيهم، يعني كيخلصونا 2 دراهم وكيلعبوا تما، وكاينه مكتبه. امي وقعت الواقعه، حضر السيد العامل بالخيي، وحضروا الرساوات، وحضروا القياد، وحضروا وحضر المخزن، كلشي المخزن حدا، اذا حضر عتق الموقف. وهنايا عطاوهم استفاده، والناس ما عندهمش 12 مليون يعني مسنين على عمرهم، وهاد الناس اللي باقيين عند باقيين هنايا الداخل عندهم استفاده. عطاهم الملك ارض، عطاهم الملك ارض في 17، وجاو سكنوا هنايا في واحد البلاصه كانت نسبانه بكري. وكنطلب من الله وجلالة الملك يشوف من حالتنا ويحن فينا، وعاش الملك.